بداية نشرتنا تكون مع مقابلات جولة 25 لرابط المحترف الأولى لكرة القدم وتعيينات الحكام الغدوة الخميس. اتحاد الطاوين ضد اتحاد المناسيري بإدارة الحكم مراد الجربي. الملعب التونسي يستقبل النجم الساحلي تحكيم وليد الجريدي. النادي الإفريقي يستضيف شباب القيروان بملعب المنزة بإدارة الحكم فرج عبد اللاوي. نادي الصفاقسي يواجه مستقبل جابس تحكيم كريم الخميري. نادي البنزرتي يستقبل النجم المتلاوي تحكيم مجدي بلاغة. وقمة الجولة على ملعب جابس المعشب. الملعب الجابسي يستضيف نادي حمام النمر بإدارة الحكم يوسف السرايري. نذكركم مستمعينا انه جامعه تونسيه كره القدم كانت قامت البارح بخصم 3 نقاط من رصيد النادي البنزرتي في من البطوله، وهذا على خلفيه عدم احترام اجل خلاص مستحقات اللاعب الكاميروني السابق للفريق ريمون فوسون بعد مراسم الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا، وبهذا يصبح النادي البنزرتي يتراجع للمركز السادس صاحبه النادي الافريقي برصيد 31 نقطه. اما حول اخر اخبار نهائي اياب رابطه الابطال الافريقيه، ممثل تونس الترجي الرياضي يواصل تحذيراته بالحديقه باء بدون حضور الجماهير كما عرفت حصه البارح عوده الحارس رامي جريدي للتمارين. بالنسبه لتذاكر المقابله فانه اليوم الصباح انطلقت عمليه بيعها بشبابيك ملعب المنزه وانتهت، والحقيقه فوضى كبيره عاشها محيط ملعب المنزه وصلت للعنف. تم تخصيص 36500 تذكره لجماهير الترجي مع ليزابونمون و1600 تذكره لحباء الوداد البيضاوي. لقاء باش يتلعب يوم الجمعه 31 ماي في 10 متاع الليل بملعب راتس، رغم انه فريق الوداد قام بمراسله الكاف لتغيير الملعب وباداره الحكم الجامبي بكري جاسما وحكم تقنيه الفار باش يكون الزامبي سيكازوي. ذكركم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن عن إيقاف نشاط الحكم المصري جهاد جريشة لمدة 6 أشهر، وذلك بسبب أدائه في مقابلة الذهاب في نهائي تشامبيونز ليج بالعاصمة المغربية الرباط. في أخبار محترفين بالخارج، أعلنت إدارة نادي الاتفاق السعودي عن تعاقدها مع لاعب المنتخب وسام الحدادي لمدة 4 مواسم قادمة من نادي ديجون الفرنسي. أما في أخبار الكرة العالمية، أعلنت إدارة نادي أولمبيك مارسيليا عن تعيين المدرب البرتغالي فيلاش بواش للإشراف على النادي 2 مواسم قادمة. تشافي إرنانديز أسطورة كرة القدم الإسبانية والبرسا باش يكون المدرب المقبل لفريق نادي السد القطري. أهم المواعيد الكروية لليلة، في مدينة باكو عاصمة أذربيجان في 8 متاع الليل يتلعب نهائي الدوري الأوروبي بنكهة لندنية إنجليزية تشيلسي ضد أرسنال بإدارة الحكم الإيطالي جانلوكا روتشي. هذه كانت مجمل الأخبار الرياضية في موعدها الثاني. كلمة لكم على جديد زميل فتحي وبقية تفاصيل المجلة الإخبارية.